أقيمت فعاليات البطولة المصرية للقتال المفتوح والمؤهلة لبطولة عالمية من المنتظر إقامتها على أرض مصر، وشهدت البطولة قوة في الأداء من المشاركين بها. كل البطولات دي بطولات عالمية على مستوى العالم، بغض النظر عن بطولات تانية قوية احنا مش ما نقدرش ننفذ فيها دلوقتي، بس احنا بنحاول ان احنا نعمل ستيب باي ستيب، نطلع خطوة بخطوة، نحاول ان احنا ننافس الاول العرب، ننافس الاجانب. الفترة الجاية ان شاء الله يكون حاجة اقوى من كده بكتير. احنا بنجمع اللعيبة، بنديهم سيمينار تحكيم عشان يبقوا عارفين القواعد بتاعة اللعبة، بنشرح لهم كل اللي ممنوع واللي يعني متاح بيه اثناء المباراة، بحيث ان احنا اثناء المباراة تكون المباراة ماشية كويسة ما فيش مشاكل فيها. البطولة دي اهم بطولة عندي، وبجهز لها من زمان، بقى لي فترة طويلة بتمرن ان انا العب مع الخصم بتاعي بايده ورجله وبسرعه وكله. هي بتمثل لي ان انا باخد خبره اكتر، علشان ان شاء الله لما اطلع بره في الموتوشه اللي بره وتبقى جوه القفص باذن الله يبقى استفدت خبره من البطوله هنا في مصر. هو كان اول ماتش ليا، بس كنت واخد ثقه من الكابتن بتاعي لان الكابتن بتاعي كان بيدربني كويس. يعني طبعا بطوله مهمه جدا، انا بلعب مع الايجيبت توب تيم، انا بلعب مع كابتن محمد عبد الحميد، ده كابتني، هو اللي حفزني عشان العب، وانا بحب اللعبه دي بسببه، عشان انا متابع اخباره ومتابع الايجيبت توب تيم، والحمد لله بلعب من الايجيبت توب تيم دلوقتي، وده فخر ليا فخر لاي حد. تعتبر اول بطوله بالنسبه لي في الام ام اي، وطموحي اللي بعدها للعالميه ان شاء الله. لا يا التدريب بيبقى صعب جدا طبعا، والخطوله لو انت يعني مستعد كويس هتبقى قليله ان شاء الله. هو الحمد لله احنا شغالين يوميا تدريب بقى لنا فتره طويله، بنعمل مرتين تمرين صباحا، بنعمل الاحماء اللياقه والتحمل مع الجيم، وبعدين بنعمل كل الفنيات والنفس. اكيد فرحانه جدا ان انا كسبت، لان عملت حاجه كويسه، وبتمنى اني اسافر بره اعمل حاجه اكبر، ابقى بطوله عالم، مش ان انا بطوله هنا، لان هنا في بلد قليله جدا بتلعب ام ام اي، مش حد يحب يلعب معانا، فبحب ان انا احتك اكتر مع الابطال العالم. بطوله حماسيه شهدت قوه ولياقه، وحضرها بعض المهتمين بألعاب القتال، وأخيرا تتويج أبطالها استعدادا لبطولة عالمية منتظرة. شريف الصمدي، عز الشباب. يمكن زي ما زميلنا شريف الصمدي قال في التقرير انه الفائزين في البطوله ديت هيخشوا بطوله العالم للفنون القتاليه، يمكن البطوله دي كمان هتقام في مصر، وده شيء مهم جدا ان تقام بطوله زي دي في مصر برضو، عشان نعكس صوره كويسه عن بلدنا، وان في سياحه، وان البلد امان وكلها استقرار. جميل كمان جدا ان نشوف في بطولات كتير جدا بتحفز وتشجع الشباب على ان هم يمارسوا اي رياضه، حتى الرياضه حتى لو كانت عنيفه هي يعني اكيد هتخلي الشاب يوجه طاقته في حاجه سليمه افضل ما يكونش في حاجه خالص يعملها. فحتى الرياضه عنيفه ده مهم جدا ان الشباب يشاركوا ويهتموا، اهم حاجه يكونوا تحت احد القوانين بتاعه الرياضه نفسها. بالزبط. زي الاي اف سي، انها كويس جدا موجوده الرياضه زي دي كبيره موجوده عندنا هنا في مصر، وماشيين تبع قوانينها وكل حاجه، فدي حاجه شرف لينا ان الرياضه العالميه زي ديت موجوده في مصر. يا رب ان شاء الله نوصل العالميه ونخش بيها بطولات كمان. يلا بينا نخرج للتقرير الثاني، وهو بعد توقيع بروتوكول تعاون مع الغرفه التجاريه بالقاهره، اطلقت نقابه مصففي الشعر محافظة الجيزة النقابة، تعمل بهدف رئيسي هو الارتقاء بمستوى العمل لخدمة العاملين بالمهنة. تعالوا نتفرج على التقرير ونرجع على طول.